بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هنا على سلام فيك ستودا، كيفك؟ رمضان كريم. رمضان كريم. واليوم نحن وياكم رح نساوي ثلاث أصناف بهالشهر الفضيل. أول شيء عنا شوربة البصل، كمان كتير طيبة بهالشهر، رح نسويها بطريقة مميزة وطيبة. عنا ضلع محشي، ضلع محشي، وعنا عس ملية. عس ملية رح نسويها قدامهم، وكلهم الأشياء لهالشهر الفضيل، لشهر رمضان المبارك. دائما منبلش بكل شيء بده وقت، هو الوقت اللي عنا بدنا اياه هو منشان الضلع. نحط شوية ماي بدنا هون، أو بلا ماي بالأول، خلينا دغري على المقلاية. مقلاية كبيرة منحط فيها شوية زيت ومنخليها تحمى. لتحمى منحط فيها قطعة الضلع. دايما ما بيسوى إلا لتحمى، برجع بقول لتحمى بنحط فيها قطعة الضلع. بهالوقت أنا رح غسل الأرز الحبة طويلة، وهون على النار أنا والست هدى أول ما وصلنا 2:30 تقريبا حطينا مرقة عظام. عنا عظام دجاج منسحب من الفروج أو رقبته أو مجوانحه، ونحطهم على النار، نغبرهم بالماء، ونحط معهم من بعد ما تطلع الزفرة مواد عطرية مع شوية ملح، وبتركهم على نار خفيفة لتطلع معنا المرقة، نسميها المرقة. يلا هون بلش تحمى، نزلي قطعة اللحمة. رح جيب صينية حط فيها شوية طحين وحمصهم بقلب الفرن لشوربة البصل. ونحطهم بالفرن. مع الضلع يلي عم ينقلع على النار بشوية زيت أو بشوية سمنة، بنضيف معه قطع جزر كأنه عم يتحمر، قطعة بصل، قطعة من ضلع الكرات من الكرافس إذا عنا، عود القرفة وورقة الغار. وهودي بعملية القلب يعطوني نكهة أطيب. دايماً بقلكن أنا في طيب وفي الأطيب. اوكي شيف، نحن هون رح نقول قليناه، رح نقليه وجه وقفا تا العصارة تبع اللحمة تضل موجودة بداخل. موجودة. هلا بهالوقت كمان أنا قبل ما بلش بشوربة البصل رح بلش أعمل القشطة. بهالوقت اللي عم تتقلى فيه اللحمة، وهي حليب سايل، ضيف معه نشاء الذرة ولب خبز فرنجي أو أي لب عندي من خبز توست طري أو محمص، بس المهم ما يكون أخذ لون كتير. بدك تكسرهم؟ بدي كسر. يلا رح كسرهم هناك إذا بدك تعمل بصل. هون يتكسروا ونحطهم بقلب. هلا انا رح بلش بتحضير شوربة البصل.
بفرم البصل نص دائرة، أو فينا نعمل هيك وقت ما بدنا نطحنها نقصها بالطول وبنرجع نص دائرة، ربع دائرة صار. هيدي بكعب البصلة ما بكبها، كمان بنستعملها للمواد العطرية. منو بيخل هون عملية عم نعمل ترشيد، هي بسموه ترشيد الدعم، ترشيد توفير الأكل. بجيب طنجرة لشوربة البصل، بنحط بداخلها قطعة زبدة. اوكي هلا هون شايف صار كافي، بدنا نبرمها. يلا ليبي ملي معروف، هذا هو المطلوب. حلو، بدون تكبيس، بدون تكبيس وتقليب، وكل شوي ندسها وكل شوي بنقول ما بتهرب بقى خلص. اول شيء مرتاحه عنا، وثاني شيء على سعر العالي بطلت تتوفي معها تفل من عنا، منيحه بتفقى معنا بالسعر. وبناخذ كمان اتصال. الو 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 الو، بونجور شيف انطوان، معي تلفزيون لبنان. الو هون حطينا اتصال. كيفك شيف؟ منيح، كيفك انت؟ الله معك، يعطيك العافيه. الله يحفظك عيوني، الله يحفظك. شو بساعدك مدام؟ مدام هاتوا انقطع الاتصال، نعتذر منا. هي البصل. اوكي هون حطينا معه زبده، زبده بس منحركهم ليحملوا. اوكي هي هون بدك اياها للحمه؟ نعم. نحط فيها شوية مي؟ حطي اللحمة وحطي مي، يلا حطي شوية مي. شوية مي. حطي اللحمة وحطي الخضرة معهم كمان. اوكي. لبيهم يدفعوا. يلا. يلا اوكي. لا تشوفي. شوية مي بعد، يا ضيفي شوية ما يحشي لهم الدار، ما عادش قلنا الشغل فيها. هلا منحضر البصل منشان فرد مرة كيك الخشبي وال هون بدنا نسكر عليها. حط شوية ملح وغطيها، غطى على الوجه، قوي النار لتغلي. هون فينا نقوي عليها بهون. هي البصل بلش حطه هون. نلف
وقفه صغيره مظهر وموال جنب المعروف يماما. نذكر انه هالبرنامج هو برعايه يماما هالاصناف الطيبه يلي فيها من رب البندوره، من الباستا، من المظاهر، من موارد جبس الرمان، خلي العنب، خلي التفاح، كلها أصناف مميزة من اليمامة. هي مظاهر والكبيرة موارد، دائما موارد بيستعمل أكثر عشان هيك بكبروها. أوقات هون رح نشيلهم؟ بدهم نتفيل بل يغلوا بعد. نضيف الجزر. هاي بالجزرة مثلا كنتوا على طول تكبوها، ممنوع الكب بقى. ها نحطها هون. بدنا شوي بعد بدها تعقد تغلي. الجزر هلا صار فيك تسكبيهم اذا بدك. سكر شوي هون. شايف البصل بده شوي يحمر؟ ايه نعم. بدنا الطحين كمان يلا يحشوفه ونحركه بقلب الفرن. يلا رح حركه. خليك عندك الزيت. الزيت فرجيه شوي على الكاميرا. اعطيني يعني سخن. ايه سخن. بلش يحمر من ميل واحد. نعمله هيك ليحمر كله. هذا الطحين طفينا. اعطيني الفوطة. يلا ودي الجوت حطه هون. يلا ايه نسكب القشطة. ريحة الموارد والمظاهر من اليمامة بتجنن فيها وهي أحلى قشطة. عطول بتتعلموا من الشيف أنطوان أي قشطة بدكم إياها بالبيت بتتساوى وكتير طيبة وبالوقت زيته ما فيها دسم كتير. يعني أهم شيء نبعد عن الدسم. وهالملعقة بنخليها فيها كل شوي بنحركها فيها. احنا حطها هون هلا بالدرب. هلا بدنا نشتغل بالأسمنلية. هول الكفوف ما بيصلحوا بقى. ليه؟ فيهم بصل. أسملية وبصل مش ماشيين مع انه بكون اكل الشخص. انتبهوا لحتى هاي العجينه اذا فضل عندكم منها فيها نستعملها للقشطه، يعني ما في اي مشكله.
فينا نطلع عليها؟ يلا طلع عليها. حط طحين. تبولي شوي. مشان شوربة البصل هي الطحين صار لونه أشقر. أنا بدي إياه أشقر هنوي. مشان هيك حمصتهم بقلب الفرن. أو بتحمصون ضمن مقلاية ناشفة. هلا منحطهم فوق البصل. يلا حركيهم معي. بعدين منضف لها مرقة الدجاج اللي عم تغلي هون صار شو ساعة وربع تقريبا، منصفيها وهو العظام صاروا للكل. نار قوية لتغلي. بعدين فينا نطحنها، أنا بفضل نطحنها على الخشن شوي أحلى. في ناس ما بيطحنوها، كل واحد ذوقها هون. وبعدين بنحطها بالفرن بنعملها جراتيني بالفرن بنشوف كيف. وباخذ اتصال. ألو. مرحبا شيف أنتوان. بونجور. الله معك، معك أمين من بيروت. أهلا وسهلا. لو سمحت في يعرف كيف بيعملوا رب الحر؟ نعم. الحر، رب الحر. رب الحر، تكرم. شكرا سكر. ايه سكر حبيبي، تكرم عيونك. البصل اوين بيستوي؟ سكرها شوي. سكري يا برافو. حطيتي له ملح وكل شيء؟ لا شوي ثاني. شوي ثاني يلا. هي الملح؟ هيدا هون ملح، البهار ابيض. نعم. انا رح بلش. هي تغلي شوي شايف بعدين بنحطهم. يا حنبلش بالاسملي. بالاسمنلية على طول. في اصغر اكبر؟ في اصغر اكبر. هاي الصينية اللي حساوي فيها الاسمنلية. هون بدي اعمل عملية تمشيط للعجينة. هاي العجينة هي عجينة الاسمنلية، ما في اجي اعملها هاي، ما بتزبط معي. لا طبقة ولا اثنين ولا تطلع مثل الباطون اللي مسلح. لا، حطها هون نعمل هاي. بقطش وبعمل هيك. وكفوف بده يكونوا نضاف او ايدين مغسلين ومنشفين. يعني قصدك مش على الدجاج؟ مش على الدجاج ولا على بصل. معك حق. شايفين كيف تنتفت؟ برجع شقفي تاني. احنا هون حاطين شيف بالكمية نص كيلو، ما هيك؟ 400 جرام. ايه بدنا نشيل منه نتفة صغيرة، هون نص كيلو. كمية نص كيلو، اوكي. 400 بتكفي. يعني بنحط، فينا نعمل حسب الصينية. حسب الصينية، أكبر ايه. وأصغر. بس نحن حسب صينيتنا 400. 400 اخترنا له. ايه يعني رح نعمل كل وحدة 200 جرام. مزبوط. رب الحر. فينا نسويه بطريقتين، أنا حطيكم طريقة كتير مميزة. مع بندورة ومع فلافل ومع حر. منجيب 2 كيلو بندورة، حط معهم كيلو فلافل حلوة حمرة، حط معهم نص كيلو فلافل حرة، وكلهم سوا بيكونوا مغسلين. شيل البزر من البندورة، يتطحنوا كلهم ناعمين بالميكسر. بعدين بنحطهم على النار ونحط معهم لهالكمية فنجان قهوة ونص من زيت الزيتون أو زيت النباتي. حطيت انا ملح وبهار هون شايف لل شربت البصل.
بعمل لها ترقيع. شوف ما وين محلنا اصلا في صغيره، برجع بحط لها شقفه كثير صغيره. شوف هون فيها شوي قليل، ما بحطها بس على مايلتها، بحطها هيك ومع شوف اذا بعد في سميك على بعضه بشققهم مشان ما تطلع. برجع كمان شوي حط زيت. يلا حطي من الزيتات. يلا حطيهم هون بنعملها. حطي حطي بعملنا زيت. حطي هاو الزيت ما تنقذوا، بنرجع بنشيلهم بنستعملهم بغير وحده بغير استعمالات. هون بطفي النار، وهون على شوربة البصل بطفي النار. بنجيب مطحنة بطحنهم شوي أحلى، هي اللون المطلوب لشوربة البصل، شقار حلو. ما بطحنها على الآخر، خلص. هلا الست هدى بتسكبها لشوربة البصل بهيدي. اوكي بدنا نحط عليها. اوكي هلا بهتم بتحطي عليها هذا التوست على وجهه، وبنبرش شقفة الجبنة وبنحط عليها. شايف وين بدك تحط العزماني، بالفرن ولا بدك دور؟ لا فوق النار. يلا فوق دور على النار. اوكي هون بعدها شوية زيت يمكن. نعم اوكي بعدها بدك تحطها هون. ايه نكبسها. اعطيني هذا المشط وبناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين. يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيكي. بليز في عندي سؤالين بس في مجال تجاوبني على عيون. يلا بخاطر عيوني. أول سؤال، عم بعمل لوبيا أوقات وحطها بالفريزر، بس إجي أطبخها عم تعطي طعمة طعمة الفريزر، شو الطريقة الأحسن تنقدر نفرز لوبيا بالفريزر؟ بدك اللوبيا تسل حطي على النار ماي وملح. نعم. تسلقيها ثلاث دقايق، ترجعي تبرديها تحت المي مسقعة، بعدين بالمصفاية، بعدين على شراشف لتنشف، بعدين كل أكلة بأكلتها بالفريزر. ماشي. سؤال تاني. نعم. الحمص إذا بدنا نعمله مثل القدامة بالبيت كيف بنعمله؟ شو هو؟ الحمص. أوكي شرحتها مرة الماضية. تنقع الحمص ساعتين. ألو. أي نعم عم بسمعك. تنقع الحمص، يفضل ما يكون فحل، يكون الكبير يكون الصغير أحلى. اي نعم. وهني عادة بيساووا الصغير لأنه أرخص للأقضامة. ينقع ساعتين فقط بالماء العادية، بعدين بينشال عنه الماء وبينترك بوعي مدة 24 ساعة. اي نعم. من بعد ال 24 ساعة بتشيليهم بتحطيه بمقلاية وبتحمصيه إما مع شوية ملح خشن أو مع شوية رمل نظيف، أنا بفضل ملح خشن أو بلا شيء، بتصير تحركيهم تحركيهم على نار هادية ليتحمصوا شوية ملح خفيف وبتشيليهم بيطلع عندك القضامة. ميرسي كثير يعطيك العافية. تكرمي عيونك، أهلا وسهلا فيكي. جيبيها لحدي لهون، حطي لها التوست من اللي معروف، هات لنفتحها توست. بنحطهم هيك مكسرين، معلش شو بنعمل؟ مش ضروري يكون كل شيء على الامبيكابل.
وبعدين نحمر يتكسروا معنا بسنيننا هيك اهون. عنده مشكله بدرس وما في مشكله بعد. حطي بعد اعملي معروف. وبناخذ اتصال. الو الو، يعطيك العافيه شيف انطوان. الله يعافيك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. لك بدي اسالك سؤال، انا عملت خل التفاح وعملت خل عنب. نعم. خل العنب خلخل وعمل قرص على وجهه. خل التفاح بعضهم انهروا بس بعضهم مثل ما هني. شو بدي اعمل لهم؟ قديش صار لهم؟ 5 6 شهور؟ صار لهم من تشرين. من تشرين. لانه اساسا التفاحات اللي حطتهم ما فيهم مهري. الو. طيب شو كان فيهم شيء مهري التفاحات؟ شو بدي اعمل لهم؟ ايه كان فيهم شيء مهري؟ نعم. كان فيهم شيء مهري التفاحات؟ ايه كان فيهم. مش مستويين، كان فيهم شيء تفاح مهري؟ فيهم تفاح مهري. وليش ما خللوا؟ ايه. ليه ما خللوا؟ ما بعرف. طيب يلا. هلا بس كشفت عنهم، شو حسيت؟ عطعمة نبيد او طعمة خل؟ ما في طعمة خل زيادة. لا لا. عيل يلا. قد ايه الكمية هي؟ جالون تقريبا. جالون عم نحكي التفاح. عم نحكي بالجالون 4 لتر تقريبا، 4.5. لا لا، جالون بلاستيك من هاد الكبار. الكبير. اوكي. بتجيب 3 خبز فرنجي. نعم. اوكي، شقفهم كل واحد 3-4 شقاف. غطسهم بقلبهم ورجع اتركهم مع بعضهم 3 أشهر. قد ايه؟ 3 أشهر. 3 أشهر. طيب في اذا مش متوفر الخبز الفرنجي، في مجال بالخبز العادي؟ طيب ذوب، حط ملعقتين صغار خميره. نعم. مع 3 ملاعق سكر كبار. نعم. مع 1/2 كباية ماي. ايه. وحطهم فوق منه. أنا ممنونك شيف أنطوان. تكرام، أهلا وسهلا فيك. لكن شيف أنطوان، في مجال حط القرص تبعه خل العنب؟ في مجال، برافو عليك، كمان منيح. إيه طيب، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك حبيبي. هاي شوربة البصل بهالطريقة بتتساوى، أو كمكيس بكيستها، بس ما نتأكد إذا كانوا إزاز ما يكونوا من النوع اللي بينكسر دغري. هلا بنحطها بالفرن. يلا انا بفتح لك الفرن وبنحطها. يلا هلا بدي اسبك بدنا الطنجره اللي كان فيها شوربه البصل. يلا خليها تغسلنا اياها البنت لنسوي فيها الرز للضلع. هاي العجينه كلها منفتفها بهالشكل. اوكي. للمي السخنة يلا. لا ايه بلا ما يسخني بهاي. للمي السخنة؟ هاي بصفي فيها الزيت. طيب يلا بهاي اعطيني. هون شوي لما نحط هاو. شوي ما يسخن. شوي من هون لشوي. شوي من هون. هون عندي القرص انا عم يحمر. ضلني حاطه هيك ليحمر وبصير برمو. لشوف وين بده احمرار زيادة. ومنحضر واعي لننزل الزيت فيه او السمنة تتحمل حرارة. هلا هون شفنا حاطين يا سمنة يا زيت. مزبوط، احنا حاطين زيت. فينا نحط الاثنين. فينا نحط الاثنين، مزبوط. والزيتات ما بنكبهم، بنستعملهم بغير طرق. واذا عم نسوي عجينة الأسملية بتتسوى معنا 30 مرة بالزيت زيته. ما بيأثر. بلشت تاخذ شوية صغيرة لهون. هلا بتعطي قرص خفيف بشهي
وفينا نحطها بالفرن كمان، فينا نحطها بالفرن. وقتها يحمى الزيت دغري بترجع بسرعة بتعمل تاني مرة، بتكون أسرع. إيه لأن الزيت بيحمى أكثر أسرع. فإذا نحن هلا السوب بالفرن، الضلع يحوى على النار، العزملية عم تتحمص، بعد في الرز. وهون يلا حطي شقفة الزبدة من المعروف. لازم يكون الزيت على طول مغمورة منشان تحمر كلها سوا مع بعضها. إذا بدك شيلها هلا خليها لتصفي الزيت. حطي لي البصل والجزر قبل مع بعضهم. هون عم نساوي حشوة الضلع، البصل والجزر. نحركهم مع بعضهم مع شقفة زبدة أو سمنة، كل شخص حسب ما هو بده. بيتحركوا مع بعضهم. شوف رح نروح على القوي لأن هذا بده وقت. طيب يلا روح. أنا باخذ دوزيام هيدا. أنا هون مش على الحال. وبناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجورين يا أهلا وسهلا. بس بليز بدي أسألك، عم بعمل زعتر عم تبلهم عم بيضلوا حادين، إذا فيك تعطيني شي طريقة. السماقات قوي قوية عندك. إيه شو لازم نعمل؟ هلا عادة قديش حطيتي للزعتر السماء؟ تقريبا يعني تقريبا بحطش ملعقتين كبار. لا اكثر بدي ملعقتين بالسكب كبار. ايه مش هالحال. اوكي هلا اذا لقيتيهم حدين خمس شوية قضامي، خمس شوية قضامي صفرا. الو اذا لقيتيهم حدين خمس شوية قضامي صفرا اعطيني خلص بسوي علي. على يا خلص احسن ما كانت دار سخنة عليك. خمس شوية حطي هنجي تقريبا قديش زعتر قليل الكمية الزعتر. إذا بتعطيني مقدار اقدر امشي عليه فيه. طيب نص كيلو زعتر. اوكي. 100 جرام سماء. 150 جرام سمسم. حطي معهم 150 جرام ضامي صفرة مطحونة. اوكي ميرسي كثير شيف عالزبطة. تكرمي اهلا وسهلا فيكي. هتحط معهم شوية ملح للخلطة، خلطة الزعتر. بلا بدها شوية ملح مزبوط. هلا هاي العجينة أول وحدة خلصت، هاي الثانية حطيناها بالصينية لنفترض ما عندنا صينية. بنزل هاي القرص على الطاولة، بمسحها بمحرمة مايدي وبرجع بحطها وين؟ على النار. هيدي احشيلها لهون هلا. هيدا الزيت هو زيته، رح ارجع عيده وحطه هون على النار. شايفين كيف دغري بلشت تتفقفق وتستوي العجينة لاي؟ لأنه الزيت حامي. حطي الأرز عندي كامل معروف. أوكي
نفس الشيء بكبسها وهي الصينية بخليها حدي أو هاي. هلأ منحط ملح بهار أسود حلو قرفة ناعمة هاي القرفة بهار الأسود كلهم ما هيك شايف كلهم يلا منح حطيناهم على القلب. هلأ بطفي النار شوي هون وبشيل من انا رح اروح اخذها لعندك. لا لا خلص خليكي عندك اعطيني بس فوطه الثانيه وهي مصفايه. هني مصفايه الدجاج بعدها مش كلهم بنزلهم على الاخير اما بدي اخلي شوي يغلوا معه للضلع. حطي معي برافو بعد 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 يلا نخلطهم. راح نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا أنا والست هدى عبر شاشة تلفزيون لبنان. حلقتنا أنا والست هدى هون عندنا العجينة. يلا الشوربة خلصت افتح ليك يلا. أوه حلوة حلوة هاي شوربة البصل خلصت حطيها هون. وقلنا فينا نعمل كل كاسة لوحدها. برافو. نرجع نذكر هون عنا عم يستوي الحشوة هون عنا الضلع عم يكمل نضجه. هاي الزيت عم بيحمر العجينة نرجع مننزل الزيت يلي حمصنا فيه عجينة الأسملية شايفينها كيفيه مننزلها وعطول وعي يتحمل حرارة. برجع بقول وعي يتحمل حرارة وهيك مننزل الزيت كله أو السمنة. في ناس بيسووها بالزيت وفي ناس بيسووها بالسمنة. هون أنا من هالقرص بشيل شوي وبعمله بهالطريقة خليه يبرد. اوكي شيف شو اللي هذا رح هلا حطي اذا بدك نقلي شوي نقلي شوي اللوز يلا نتفت زيت فينا هاو الزيت نضاف مثل ما قلنا وخصوصا هلا قدامكم رح تشيل شوي الست هدى من الزيتات لتستعملهم للوز لتحميل اللوز او الكاجو اللي بدكم اياه. هاي العجينه بتركها لتبرد هاي عم تبرد يعني ما بدنا اكثر من هول شيء بزيد بزيد يلا اوكي اللوزات يلا هاي اللوز بيتحمص هلا بدك القشطه بس تبرد لتبرد شوي بعد هي الزيت خلص ما عاد خلص رح زيحه حطي ورا معروف. اهلا باليمامه هاي الشوربه اللي نحطها هون سخنه كثير حد اليمامه سخنه شوي ايه اوكي
هلا عندي هالقشطة منجيبها وبنبلش نوزعها. على عجينة الاسملية الشقرة نخلي شوي للوجه للزينة. هولا بخليهم للوجه لزين فيه. هلا بمدها للقشطة على كامل القرص بيتقدم حد منا قطر. صرتوا تعرفوا القطر. هلا هاي العجينة باردة، هاي العجينة باردة بجيبها وبنزلها على مهلة فوق منها. شايفين؟ بنحط بملعقة صغيرة شوي من هالقشطة لنزينها فيها. وعلى الداير هلا برجع منشيل شوي من زهر الليمون. هالبسفاية كانت هون، ايه صفيوا فيها، نحط هودي شوي معهم. هاو كاجو محمصين قبل عالناشف، عندي زادو ما منكبهم، هلا منضيفهم معهم ومنصفيهم، منصفيهم سوا بس يطلعوا. كشفي لي عن الرز شوي بالفوطة، منحط شوية بازيلا خضرة منسكر. شوي من زهر الليمون يلي بيعطوها زينة بتشهي للأسملية. شافون اللون صار منيح؟ يلا صفيه. برافو. برجع بقول زهر الليمون منه للشبع فقط، للمنظر هو، والفستق الحلبي هي وعينا خلصنا منه. هالعسملية خلصت، راح نشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. Thank you.
فيك تحطها شيف. تابع حلقتنا. هيدي حد اليمامة بتحب بحبوا بعضهم هولي. هاي اليمامة. هاي شربت البصل حدا. يلا. اوكي يلا هلا فينا. هدي كان معي كوتا تانية. نسكب الأرز تبع الضلع نرجع نجيب هونيك الملقط هون الملقط ونشيل الضلع ونحطه مثل ما هو على يون بيصغر حجمه في هونيك 30-35% كلها بس تبين مواد عطرية منيحة بس يلا حلو اوكي نرجع بينحط فوق منه رشي القلوبات من لوز وكاجو واذا عندكم صنوبر كل شخص حسب ما هو يلاقي حاله متوفرة عنده الشغلة بالاخص مش كل يوم عيد هلا جاي عيد الفطر ينعاد على الجميع بالصحة والعافية وراحة البال ونخلص تضعف شوي هالأزمة الاقتصادية يلي كل مين اللي عم نقول إن شاء الله كانت 2020 أحسن من 2019 أو أحسن من 2021 كل ما عم نشوف الأيام لقدام كل ما عم نشوف التقزيم هو أكثر. ميرسي ست هدى على معاونتك على الأطباق الطيبة. كان عنا اليوم بالإفطار أو بهالشهر الفضيل أنا والست هدى عبر شاشة التلفزيون لبنان شوربة البصل وأي نوع من الجبنة الصفرة المتوفرة عندكم فيكم تستعملوها مش ضروري نوع معين. كان عنا ضلع المحشي بهالشكل بيتقدم بالأعياد وعنا كمان العسملية الحلو بيتقدم مع القطر حد منا البارد من دايما منقول على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام ومن إلكم فطر سعيد إن شاء الله.